السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نتخيل نفسنا مثلا عندنا مكان زي دوت، وانت عايز تحط كل التفاصيل الموجودة فيه. ممكن يكون مكان مثلا متحف، تمام؟ فهنتمشى كده مع بعض. كل مكان بتروحه بيبقى عبارة عن تتنقل لنقطة أخرى، فبيديك معلومات أكتر ممكن تكون ما كانتش موجودة في المكان الأولاني. الكلام ده ممكن تعمل بليزر سكان، أو ممكن الصور 360. شايف أماكن كتيرة كان واقف فيها الراجل، فمصور لنا أماكن كتير جدا. ممكن نيجي هنا عند الخريطة دي ونختار بقى النقطة اللي احنا عايزين نروحها. مثلا هنروح كده للدور الخامس عند الأسانسيرات اهوت، وشايف النقطة دي ودينا بقى هنا. فممكن يكون في مبنى أثري أو متحف يتعمل فيه الكلام ده، هيبقى جميل طبعا. طيب وممكن نيجي هنا ونلاقي مثلا بيدينا اختيارات لموضوع الفيو، نشوف البوينت كلاود نفسها، يبقى ده كده معمول بالليزر سكان. الكواليتي حسب بقى سرعة النت اللي عندك. هنا بقى كل الأماكن الموجودة. ممكن تقول مثلا عايزين نروح عند غرفة الاي تي، طبعا هتبقى غرفة صغيرة، لا ما شاء الله كبيرة، عندنا أكبر من غرفة الاي تي اللي عندنا، تمام؟ هو الراجل قاعد في المكان دوت، ماشي. طيب ممكن نقول له لا، ده احنا عايزين نروح مكان تاني بقى. نروح فين؟ كل دور من في ادوار كتير، هي انت بتدوس على الدور اللي انت عايز تروح. لاحظ الكاميرا بتوديك انك انت نازل، وتبدأ بقى تدخل جوه المبنى دوت. كده احنا خرجنا بره، هوت بره المبنى. تقدر تختار بقى المعلومات اللي انت عايزها، والحاجات اللي انت عايز يبقى ليك صلاحية، وتقدر تعمل لها شير زي ما انت عايز، وتقدر تقيس من اي مكان، تقيس ويبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها.